بالألوان وهمة المتطوعين يشارك عشرات الشبان والشابات برسم جداريات ملونة تزين شوارع الأردن ضمن مبادرات عامة تهدف لخدمة المجتمع. هلا التطوع فعليا هو بيصقل شخصية الشباب بشكل كثير كبير، ببني شخصيتهم، بيعزز الانتماء والولاء لمجتمعنا ولبلدنا بشكل كثير أكبر، بالإضافة إنه هو فعليا بيغير بالنفسية بدرجة كثير كبيرة. هذه المبادرات والحملات التطوعية تأتي بإشراف منصة نحن التطوعية التي تعنى بتنظيم وإدارة العمل التطوعي في الأردن بهدف تنظيمه تعريف المتطوعين بأبرز المبادرات المتاحة وتوجيه جهود الشباب لهذه الفعاليات. أكيد كان في بالبداية مشاكل شوي أو إشي صعب إنه أنا ألاقي فرص تطوعية، خصوصاً إنه أنا عايشة في منطقة نحكي حضرية أو إنه منطقة مش كتير بيجيها المساعدات نحكي أو يعني شغل اللي عندها، فكان أنا اللي لازم أروح أبحث. فبالبداية بس شفت منصة نحن، المنصة التابعة لمؤسسة ولي العهد، على طول مباشرة سجلت فيها، فشفت الفرص التطوعية اللي كان أنا بقدر من خلالها إني أنا أتعلم وأطلع وأنخرط في المجتمع. ويؤكد القائمون على هذه المنصة غير الربحية أن التطوع يكسب الشباب والشابات مهارات جديدة ويزيد خبراتهم الشخصية والعملية ويقدم للإنسانية سبباً للاستمرار، كما أن العمل التطوعي يمنح المتطوع فرصة لقاء شباب آخرين وتبادل الخبرات، فضلاً عن أنه يضمن المستقبل المشرق للمجتمعات التي تحتضنهم. حالياً تم اعتمادها من قبل جميع الجامعات لتتطوع ليشاركوا فيها من خلال خدمة مجتمعية للطلاب الجامعيين ومجموعة كبيرة من المدارس الخاصة والحكومة، ليتم الطلاب فيها مشاركة أعمالهم التطوعية وتوثيق ساعاتهم التطوعية على المنصة، بالإضافة إلى أنها بتتيح للشباب الخريجين المقبلين على سوق العمل ليمكنوا مهاراتهم يستفيدوا من مهارات، يكتسبوا مهارات علمية جديدة لتثري مخرجاتهم وتثري CV تاعهم لسوق العمل. من خلال المبادرات المتنوعة تسعى هذه المنصة الإلكترونية إلى توحيد الجهود المبذولة في مجال التطوع عن طريق بناء شراكات مع القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني وأصحاب المبادرات لتوفير أكبر عدد ممكن من الفرص التطوعية.